سيدة جليلة تقول أنا حامل في الشهر السابع وعندي أمراض، وظروف الطبية اقتضت أن أنا أولد في الشهر السابع، فهل هناك من حرج؟ نقول لها أولا أسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية، وأن يجعل معاناتك كفارة وطهرة لك ورفعة في درجاتك بإذن الله. لا حرج فيما ذكرت إذا اقتضته ظروفك الصحية، وكان مأمونا من الناحية الطبية، وكانت الولادة تحت إشراف طبي بحيث تؤمن المفاجآت بإذن الله. أسأل الله أن يقر عينك يا بنيتي بهذا المولود، وأن ينبته نباتا حسنا.